أعلنت حركة العدل والمساواة الموقعة على السلام في دارفور بقيادة بخيت دبجو تأييدها لقرارات رئيس الجمهورية أمس بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد والقرارات المصاحبة. وقالت الحركة في بيان صحفي صدر تحت توقيع رئيسه بخيت عبد الكريم دبجو إن القرارات تعد حلولا جادة في نهج موضوعي وشفاف يؤكد تفهم الرئاسة لعمق الأوضاع السياسية في البلاد. وأكد البيان أن إيقاف إجراءات التعديلات الدستورية وفرض حالة الطوارئ لمدة عام يهدفان للمحافظة على الأمن، كما أنها تمثلان سانحة لكل القوى السياسية لبذل قصارى جهدها لإعلاء القيم الوطنية ممارسة وسلوكا.